بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتداء قبل أن نبدأ في الدرس، نتمنى لطلبتنا من الثانوية العامة التوفيق والتفوق والنجاح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون مساهم إلى خير، ونسأل الله أنه لا يبهد بالجهد المسبق. بدنا نتكلم في درسنا اليوم عن أحكام العدة. طبعاً العدة هي بحد ذاتها حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي له أحكام، والحكم الشرعي هذا بثبت للمرأة التي افترقت عن زوجها، سواء كانت بطلاق أو كانت بفسخ عقد أو كانت بوفاة. والفرق دائما لما نتكلم عن الطلاق والفسخ، المقصود بالطلاق انه الطلاق يكون بالاراده، يعني الرجل ينشئ الطلاق يقول لزوجته انت طلاق، بينما الفسخ المقصود به انه القاضي هو اللي بفرق بينهم حتى لو ما قبل الزوج التفريق، هذا اللي نسميه الفسخ، طبعا بناء على طلب المراه. بدنا ندخل الآن بتحديد المفهوم، لأن دائما تحديد المفاهيم هو اللي بيحل لنا الإشكال الكبير في أي درس من الدروس. درسنا هذا مهم جدا، هو الدروس اللي تجي بعده، درس الطلاق بعده، وبعده درس الخلع، وكذلك درس التفريق بحكم القاضي في عدة حالات. هذا الدرس وغيره من الدروس مرتبطات ببعضهم، مرتبات في بعضهم تركيب وداخلات في بعضهم. حتى في اسئله الوزاره احيانا بيجي سؤال مركب ما بين العده وما بين نوع الطلاق، ما بين نوع الفسخ او نوع التفريق بحكم القاضي. مفهوم العده دائما لما بدنا نحفظ المفاهيم نحفظها عباره عن افكار، ما في مفهوم عباره عن كلمات يعني مرتبه ثم يخرج عن التعريف، انما هو مجرد افكار. بدي احفظ انه المده، العده هي مده، العدة مدة. المدة هذه شيء لمين خاصة؟ خاصة للمرأة. مين المرأة بالضبط التي افترقت عن زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة؟ بالطريقة هذه بكون حفظ التعريف أسهل وأيسر على الأمور، اللي هي مدة تتعلق بالمرأة أو تنتظرها المرأة التي افترقت عن زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة. طيب تنتظر المرأة ايش تنتظرها لفترة العدة؟ فترة تبدأ تنتظر المرأة فيها أنها ما بتتزوج فيها ولا بتخطب فيها، خلص هذه فترة انتظار، ممنوع المرأة فيها لا تخطب ولا تتزوج. ما دام إنه هذا طبعا ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة النبوية، ثابت في حال كل الناس اليوم على دين الإسلام، بتجرى عندهم هذه الأمور في حال أن المرأة افترقت عن زوجها بتلاقيها تعتد. بدنا نعرف ثم نتعرف على حكم العدة. طبعا العده دائما بدنا نعرف شغله ناخذها قاعده في حياتنا ولا تنسوها يا شباب، انه ما في اي حاله من حالات الافتراق بين الزوجين شو ما كان سببه الا في لها عده فتره بتنتظر المراه في لها عده، الا حاله واحده. الحاله الواحده هذه لا عده على المراه المطلقة قبل الدخول، هذه المرأة معقود عليها في بيت أهلها ولحد الآن ما راحت لبيت الزوجية، صار بينها وبين زوجها فراق، أي نوع من أنواع الفراق تمام، أو عفوا الطلاق، إذا طلقت المرأة بدنا نحط تحت المطلقة خطين قبل الدخول فلا عدة عليها. نتكلم عن المطلقة أو المفسخة بتاعها. المتوفاة نطلعها من هذه القاعدة. المتوفاة عليها عدة. إذا تجب العدة على كل من افترقت عن زوجها، من افترقت عن زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة إلا المطلقة قبل الدخول، بدنا ناخذها قاعدة. ممكن نضيف لها واحدة ثانية لأنها انتقلت، لأنها قضت عدتها. ممكن هون نضيف واحدة ثانية. نقول المرأة المطلقة طلاقا بائنا
بينونة صغرى بعد انتهاء عدتها من الطلاق الرجعي. طبعا هذا راح يجي معنا في درس الطلاق، لكن هون ايش يتعلق بالعده لازم نحكي. هون المرأة المطلقة طلاقا باهنا بينونة صغرى، معنى باهنا بينونة صغرى يعني المرأة لما طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وما فيش فرق بين الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية إلا بالعدد، إنه هذه الأولى وهذه الثانية، ولا بالأحكام كله نفس الشيء. إنه المرأة لما انتهت عدتها اللي رايحين نجي عليها الآن شو حالات العدة، انتهت عدتها وزوجها ما رجعها ما ضبط طلاق طلاق رجع، قلنا الآن صرت باهن بينونة صغرى. وفي طلاق اسمه كمان باهن بينونة كبرى، وراح ينجي عليه في درس الطلاق نبين ايش الفرق بين الطلاق الباهن بينونة صغرى والطلاق الباهن بينونة كبرى. اللي بدي اقوله هون انه المرأة المطلقة قبل الدخول ما عليها عدة، والمرأة التي صار نوع الطلاق لها باهن بينونة صغرى بعد انتهاء عدتها من الطلاق الرجعي ولم يرجعها زوجها، بنقول هون انتهت عدتها لانه ما بصير عليها عدتين، انقضت عدتها في الطلاق الرجعي. تمام؟ ما نرد العيد لها العدة مرة ثانية في طلاق الباهن بينونة صغرى. طيب هذا بالنسبة لحكم الطلاق، إذا العدة هي واجبة، حكمها الشرعي إنها واجبة، وقلنا إيش العدة؟ إنها مرة تنتظر. طيب الآن الشارع الحكيم كل حكم شرعه له حكمة، سواء كانت هذه الحكمة ظاهرة لنا أو مش ظاهرة، وأحيانا تكون حكمة موجودة في زمن معين هي حكمة، بيجي زمن آخر بتنتفي هذه الحكمة، وهذا لا يضر بحكم الشرع، لأنه دائما أي حكمة بنقول الحكمة من مشروع كذا هذا استنباط واجتهاد علماء بيجتهدوا بقول والله الحكمة كذا وكذا، صار زمن معين والحكمة هذه انتفت وبطلت تكون حكمة ظاهرة. خلينا بس نشوف الآن الحكمة من مشروعية العدة حسب ما ذكرها أهل العلم. طبعا ذكرون أهل العلم عدة أمور، من حكمة مشروعية العدة إنه التأكد من براءة الرحم، إنه المرأة مش حامل، المرأة مش حامل، فلما كانت المرأة مش حامل لما تأكدنا منها خلاص نتأكد منها في فترة العدة، وهذا كفيل إنه يظهر إن المرأة حامل أو مش حامل. ليش بدنا نتأكد؟ حتى ما تختلط الأنساب، حتى ما تروح امرأة وتتزوج في فترة العدة وبعدين هذه المرأة يثبت أنها حامل، طيب لمين راح تحمل؟ فهون بصير اختلاط الأنساب، وهذا متعلق بالمرأة سواء كان متوفى عنها زوجها أو بالمرأة المطلقة. في عندنا حكمة ثانية ولا زالت هذه الحكمة إلى يوم القيامة، إنه المطلقة من طلاق رجعي بنعطيها فرصة هي وزوجها إنهم يتندموا على الماضي ويرجعوا لبعض. والمفروض بالمرأة المطلقة في الطلاق الرجعي في فترة العدة ما تحمل بحقوقها، مش مثل ما نسمع في المسلسلات، نشوف في المسلسل مجرد الرجل ما قال لها كنت طالق تزم هدومها وظهرها على بيتها، هذا خطأ. الحكم الشرعي إنها المرأة تمكث في بيت زوجها ولا تعلم أحد بهذا الطلاق، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذا الطلاق الرجعي. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. والهدف من بقائها في بيت زوجها إنه يراجع بعضهم ويتندموا ويتحسروا على هالطلق، يعني الرجل لما يشوف زوجته كل يوم تعدل الطعام وتسوي له فنجان القهوة كذا إلى آخره في هالبيت ممكن يحسن عليها، ممكن هي برضو تتندم عن السبب اللي خلى زوجها يطلق عليها في الطلاق. هذا الثاني في الحكمة المشروعية، وهذا خاص بالمرأة المطلقة. الحكمة الثالثة إنه وفاء وتقدير لحق الزوج المتوفى، عشان نعرف نعمة تعرف المرأة نعمة الزوج عليها. الرجل في البيت هو حقيقة كالملك على المملكة، فالمفترض إنه إذا توفي الرجل إنه المرأة تعتد وتمكث فترة عدة، هذا احتراما للزوج وتقدير له، هذا خاصة بالمرأة المتوفى عنها زوجها. أنا أعرف إنه إحنا مستعجلين إنه نتعرف على حالات وأنواع العدة حتى نفهم الدرس، لأن هذا مصطلحات إحنا ما بنسمعها كثير
في الحياة. يعني مثلا مصطلح الصلاة نسمعه بتلاقينا بنعرف بأحكام الصلاة، وإذا ما عرفنا بأحكام الصلاة أسمع أروح على المسجد أصلي صلاتين ثلاثة مع الإمام صرت بعرف كل شيء. لكن عندنا مصطلح ما نحكي فيه كثير هو خاص بالمرأة اللي افترض عنها زوجها. فلذلك في عند الآن حالات العدة أو أنواع العدة، طبعا كلمة حالات وكلمة أنواع هي واحدة، اذكر حالات العدة اذكر أنواع العدة هي واحدة. لذلك بدنا نعرف بدنا نقسم الآن حالات وأنواع العدة إلى عدة أقسام. الأمر الأول بدنا ننتبه له جيدا، هذا الكلام بدنا ننتبه له جيدا، مش مفصل في الكتاب بهذا التفصيل، لكنه هذا أنا أخذته من خلال الجدول المخطط التفصيلي الأول، في مخطط تفصيلي في أسئلة الدرس بعرضه كمان شوية. عندنا أول شيء حالات أو أنواع العدة من حيث حسب السبب، حسب السبب ليش العدة. في عندي حالات أو أنواع العدة حسب حال المرأة، مين هي المرأة اللي بتعطيها العدة أو بدي أوجب عليها العدة. ايضا في عندي حالات وانواع العده حسب المده اللي بدها تنتظر المراه، هذا برضه كله انواع، تمام؟ لذلك الان لو بدي اجعل حالات وانواع العده حسب السبب هم سببين، وفي منهم قسمهم لثلاث. السبب الاول الطلاق او الفسخ، قلنا انه هذا وهذا له نفس الاحكام، لذلك حطيناه بنقطه واحده، وممكن نقول الطلاق واحد اثنين فسخ. السبب الثاني او من حيث السبب الوفاه. ولو قلنا سؤال آخر، اذكر أسباب العدة، بقول هي واحد الطلاق أو الفسخ، اثنين الوفاة. إذن حالات أو أنواع العدة حسب السبب أو أسباب العدة هذا الطلاق أو الفسخ، اثنين الوفاة. صافي طلاق هذا حسب السبب. طيب حسب حال المرأة، الآن أنواع العدة حسب حال المرأة، من المرأة التي سأوجب عليها العدة؟ هذه المرأة أول شيء بدي أعرف مدخول بها ولا غير مدخول بها. طب هسه ترجع لنا ورا بتقول لي هون هاي المرأة المطلقة قبل الدخول ما فيش عليها عدة. قلت لي ليش حاط لي اياها هون؟ بقول لك لانه احنا قلنا هون المطلقة. وانا في عندي المرأة ممكن تفترق عن زوجها بوفاة. لذلك بدي اميز بين مدخول بها او غير مدخول بها، ثم انه بدي اميز برضه انا عليها عدة وما عليها عدة في حال الطلاق. هذه قضية. النوع الثاني انها المرأة هذه حامل ولا مش غير حامل؟ لانه اذا كانت حامل لها عدة خاصة، وإذا كانت غير حامل برضو لها عدة خاصة. أيضا المرأة في حال إنها كانت غير حامل، هذا الحالة الثالثة أو النوع الثالث، المرأة من ذوات الحيض ولا من غير ذوات الحيض؟ من ذوات الحيض بتحب تيجي الدورة الشهرية باستمرار، من غير ذوات الحيض ما بتيجي الدورة خاصة. يعني كبرت المرأة، طلقت على كبر بعد 50 سنة تقريبا المرأة، يعني هذا القضية تنتهي عندها. هذا من حيث حال المرأة، ولكل واحدة إلى حالها رايحين نجعل. النوع الأول القسم الثالث اللي هو حالات أو أنواع العدة حسب المدة اللي بتنتظرها المرأة. وهون عندي حقيقة ثلاث حالات. النوع الأول منها نقول واحد العدة بالقروض. ومعنى القروض واحد طبعا على اختلاف العلماء الطهر، اثنين الحيض. ما بقول الطهر والحيض معناه، بقول اما الطهر واما الحيض. طبعا هذا بقيسه العده على حسبه، انه المراه بده يمر فيها مثلا المطلقه وهي يعني من ذوات الحيض مثلا، ممكن ثلاث حيضات وثلاث اطهار، تمام؟ بده يمر عليها بعد الطهر ثلاث حيضات، ثلاث دورات شهريه. الدورة الأولى انتهت وإجا الطهر، انتهى الطهر وإجت الدورة، انتهت الدورة وإجا الطهر، انتهى الطهر وإجا الدورة، انتهت الدورة وإجا الطهر، هي ثلاث حيضات أو ثلاث دورات شهرية إجتها، نقول انتهت عدتها هون، نقول تأكدنا أن المرأة تماما مش حامل. النوع الثاني العدة بوضع الحمل، هذا من المرأة الحامل. سواء كانت المرأة الحامل متوفى عنها زوجها أو مطلقة أو مفسوق عقدها، على كل الحالات. النوع الثالث اللي هو العدة بالأشهر، وهذا مختلف عندي. طبعا في عندي العدة بالأشهر، يعني هنا قسمين،
في عندي من دبل أشهر ثلاث شهور، وفي عندي دبل أشهر أربع أشهر وعشر أيام. طبعا عندما نقول ثلاث أشهر أربع أشهر وعشر أيام بنقصد فيها الأشهر القمرية، المقصود بالقمرية يعني الهجرة الهجرية مش الميلادية، وبتفترق عندي فيها أيام. يعني مثلا الشهر الميلادي بيجي أحيانا 30 وبيجي 31، لكن الشهر الهجري بيجي 29 وبيجي 30. ممكن واحد منكم الشباب يقول لي انا فارقه اليوم اليومين، طبعا تفرق اليوم اليومين مع العروس والبنت تتزوج بتفرق معها اليوم، يجوز يعني عريس الغفله اليوم يجي ثاني يوم ما يجيش. تمام؟ طيب بدنا يا شباب نحفظ انواع العده بالطريقه هذه حتى انه احنا نكون عارفين هذا. بدنا لو اجينا على الجدول الموجود عندنا في الكتاب، الجدول الموجود معنا في الكتاب في انواع العده، هذا في انواع العده، هذا واحد ليش انا طلعت هو مثلا حسب السبب عندي حسب الحالات، هاي حسب السبب العده بالطلاق او الفسخ. طب حسب الحالات، هي المراه مدخول بها ولا غير مدخول بها، كمان بالوفاه نفس الشيء، حامل ولا غير حامل نفس الشيء، في الـ في الـ في المدخول بها في الطلاق والفسخ، في عندي بتحيض ولا ما بتحيض، هون ما بميز بينها بالوفاه انها تحيض ولا تحيض. تمام؟ لذلك قال حسب الحالات، حسب المدة اللي بتنتظرها المرأة، هذا المدة مثلا المطلقة غير المدخول بها. تمام؟ المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها. المطلقة المدخول بها إذا كانت حامل وضع الحمل، الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مدة وضع الحمل يوم أو كانت 9 شهور. يعني ممكن المرأة تولد تطلق اليوم ثاني يوم تولد خلص انتهت عدتها. ممكن المرأة طلقت وصارت صار لها أسبوع حامل بدها تقعد 9 شهور وهي في فترة العدة. يعني لو كانت طلقة رجعية بيقدر الزوج طيلة ال9 شهور إنه يرجعها لبيتها بدون عقد بدون مهر بدون رضاها. إذا كانت المرأة لا تحيض يعني من غير ذوات الحيض، الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. تمام؟ إذا عدتها 3 أشهر المرأة اللي ما بتحيض. عندنا في حال المتوفى على زوجها مدخول بها ولا غير مدخول بها؟ كل واحد إلا إذا كانت حامل بتكون عدتها 4 شهور 10 أيام. يعني المرأة إذا توفى عنها زوجها وهي مخطوبة قبل مكتوب عقدها قبل الدخول مات، طلع حادث سيارة مات صار معه مرض صار فجأة توفى، فهنا بيكون عدتها 4 شهور و10 أيام. طيب بعد الزواج لكنها غير حامل، ما بقول والله هي بتحيض ولا ما بتحيض، ما بحكي هذا الكلام، بقول عدتها 4 شهور و10 أيام. لكن إذا كانت حامل، سواء كانت حامل بالوفاة أو الطلاق أو بالفسخ، هو وضع الحمل. طبعا ممكن واحد يقول لي كيف جبت لي هاي الحالات والانواع؟ بقول لك شوف كيف الانواع هون المخطط بدل هذا، وشوف لي هنا المخطط اللي مكلف في اسئله الدرس كيف كان نوعه، انواع العده. ايضا صار في عندي جدول ثاني جزء من هذاك الجدول، في عندي العده بالقروب، في عندي العده بالاشهر، في العده بوضع الحمل، في هون 3 قروب، في عندي 4 شهور و10 أيام، في 3 أشهر قمرية، في وضع الحمل. مثلا الآن المطلقة اللي بتحيض كم، المطلقة اللي بتحيض بعد الدخول كم عدتها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 أطهار أو 3 حيضات. إذا يا شباب هذا الأمر لازم نكون صحيحين له بشكل كويس، إنه لما يقولوا لي اذكر حالات العدة أو أنواع العدة. الآن في عندي من أحكام العدة، من أحكام العدة الحكم الرئيسي في أحكام العدة أن المرأة في هذه الفترة يحرم عليها الخطبة أو الزواج. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إيش يعني يبلغ الكتاب أجله؟ يعني تنتهي العدة، هذا المقصود فيه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. في الحكم الثاني في أحكام العدة، وهذا حكم استثنائي خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها، إنه بتدخل في فترة حيلالة طيلة فترة العدة 4 شهور و10 أيام. طبعا ممنوع يكون في حداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا المرأة المتوفى عنها زوجها
يجب عليها أن تحد 4 شهور و10 أيام. ومعنى الحداد أن المرأة تمتنع عن كل أنواع الزينة، في اللبس وفي المكياج وفي العطور وفي الحلي في الذهب في الفضة، هذا مقصود في الحداد. طبعا في غلطة كبيرة جدا أنه إحنا بنحكي دائما أن المرأة في فترة العدة ممنوع تطلع من بيتها، على المتوفى ممنوع تطلع من بيتها، ممنوع تشوف أوالد كذا إلى آخره. لا، المقصود فيه تجنب الزينة، كحلة، مناكير، عطور، حمرة، لبس ملابس لافتة للنظر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في السنة، في سنته المطهرة، قال لا يحل للمرأة، قال المتوفى عنها زوجها، لا تلبس المعصفر من الثياب، اللون المعصفر اللون البرتقالي، ولا الممشقة، الممشقة المقصود فيه اللون المشرب بالحمر، ولا الحلي، مقصود معروف الحلي يعني كل أنواع التزيين من ذهب من فضة من غيره، ولا تختضب ما تتحمل، ولا تفتح المعروف. المرأة طبعا في فترة الحداد المتوفى عن زوجها فقط تبيت طيلة فترة العدة 4 شهور 10 أيام في بيت الزوجية قدر استطاعتها. يعني ممكن المرأة خلص موجودة مثلا والله البيت عند أهله وعند أهلها كذا إلى آخره، خلص بيت في بيتها، بدها ترجع تنام في بيتها كل يوم لمدة 4 شهور 10 أيام. ممكن المرأة تكون في سفر متغربين عن البلاد أو من محافظة لمحافظة وما بتستطيع أنها تبقى في بيتها لحالها، بتنتقل الآن من البيت اللي توفى فيه بيت الغربة إلى بيت أهلها أو بيت أهل زوجها، وبتعتد هناك تختار بيت معين بتعتد فيه، بتمكث فيه طيب فترة العدة بتبيت فيه. بدنا نعرف أنه بجوز للمرأة أنها تخرج فترة النظر، المرأة المعتدة من وفاة بالوفاة في أحكام العدة، يجوز أنها تطلع منها في فترة النهار تقضي حاجاتها، تروح على وظيفتها، ممكن أنها تزور أهلها، بس خاصة إذا رايحة جاية، يعني والله كل عرس أنا مشاركة فيه وكل كذا إلى آخره، لا تروح يعني ممكن تزور أهلها ممكن، لكن ما تبيك أنتم ترجع بعد في بيت الزوجية، تمام؟ هذا يا أخوان يا شباب ما يتعلق في درس العدة. طبعاً إحنا بدنا نعرف إنه هذا الدرس تطبيقي أكثر ما يكون يعني إني أنا بدي أحفظ المعلومة فقط، إنه لا يمكن إني أقدر أطبق إلا أحفظ هذا الحكي كله، لازم أحفظه حتى إني أقدر أطبق هاي المعلومات. لو بدي أجي أنا على بعض الأسئلة حطيتها أنا وفي بعض الأسئلة في السنوات السابقة، مثلاً في سؤال في السنوات السابقة إجا هذا هو، املأ الجدول الآتي بما يناسبه كما في المثال الأول الموضح فيه، طبعاً الوزاري صيف 2018. المثال الأول حاطين واحد مقدار العدة 3 قرون. مين هي هذه أصناف النساء؟ حاطين التي افترقت عن زوجها بطلاق أو فسخ وكانت مدخولا بها وغير حامل ومن ذوات الحي، تمام؟ لأنه قال غير مدخول بها، لأن حكينا أول المدخول بها غير المدخول بها المطلقة قبل الدخول ما عليها شدة، تمام؟ طيب خلينا نحل الثانيات الموجودات في حسب أسئلة الوزارة. هون حاطين أصناف النساء التي افترقت عن زوجها بطلاق أو فسخ وكانت مدخولا بها، مدخول بها إيش يعني؟ ما عليها عدة، تمام؟ طيب وغير حامل ولا تحيض، كم عدة مدخول؟ الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، إذا 3 أشهر مرتبون. طيب هون 4 أشهر و10 أيام مين؟ بقول المتوفى عنها زوجها، سواء المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، سواء كان توفى عنها قبل الدخول أم بعد الدخول. طيب عندنا هنا حاطين كمان الحامل التي افترقت عن زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة، كله مثل بعضه، ما دامت حامل سواء كان طلاق فسخ وفاة، ما دامت حامل بكون عدتها وضع الحمل، تمام؟ لو بدنا نخلنا يعني مثلا مقدار العدة، المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها شو مقدار العدة؟ منقول حامل ما دامت حامل دائما خلاص وضع الحمل. المطلقة التي لا تحيض 3 شهور. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. المطلقة التي تحيض 3 قرون منقول. في برضو يعني سؤال بين الحكم الشرعي في كل حالة من الحالات الآتية، عقد رجل على امرأة توفي عنها زوجها قبل انتهاء عدتها، حرام وعقد باطل، لأن احنا قلنا أصلاً
العده هي فتره تنتظر المراه ممنوع تتزوج فيها، ممنوع تطوف فيها. مساله ثانيه، خرجت المراه متوفى عنها زوجها في اثناء عدتها نهارا لزياره اهلها وباتت في بيتها. يجوز لان المقصود بالحداد انه المبيت. مثلا نقول تطيبت امراه متوفى عنها زوجها في اثناء عدتها. ما يجوز. احنا نقول طبعا انا نتكلم عليه داخل البيت لان المراه ممنوع تطيب يعني داخل البيت ولا خارج البيت الشرع ممنوع. لكن نتكلم عنها في اثناء عدتها جوا البيت ممنوع انها تطيب او تاخذ اي نوع من انواع الزينه. تزوجت امراه غير مدخول بها بعد وفاه زوجها بثلاثه اشهر. غير مدخول بها. بجوز. لانه ما لهاش عده اصلا، لو توفت لو انها او عفوا تزوجت امراه غير مدخول بها بعد وفاه زوجها بثلاث اشهر، لا هذا خطا. الحكم باطل، لان المراه غير مدخول بها بالوفاه برضو عليها اربع شهور وعشر ايام. نقول طلق رجل زوجته غير مدخول بها طلقه واحده. وبعد اسبوع تقدم لها رجل اخر علما انها من ذوات الحيض، يجوز لانها غير مدخول بها، غير مدخول بها ما عليها شده، ما بتنتظرش، يعني ممكن يطلقها زوجها قبل الدخول ثاني يوم او بعد ساعه او بعد دقيقه او بعد خمس دقائق يجي واحد ثاني يخطبها، ما في اي مشكله لانه ما عليهاش عده. طبعا في احكام كثيره ممكن نقدر نعطيها تطبيقات، لكن يعني ما بدنا نطول عليكم في هذا الدرس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا، نشوف العلامات ونفرح فيكم يا شباب، فرحوا امهاتكم يا شباب، فرحوا ابائكم، الله يرضى عليكم ويوفقكم، نسال الله لكم النجاح.